بسم الله والابن روح القدس الان واحد امين. هنبدا النهارده بنعمه ربنا الجزء الثاني في ذبيحه السلامه، وهنشوف ازاي عنايه ربنا في كتابه كل جزء وكل تفصيله في الذبيحه دي، وازاي هنربط ما بينها وما بين العهد الجديد. لما جه يتكلم على الشروط، هو سمى الشروط دي ايه؟ شريعه. يبقى لو انا دلوقتي بفتح الكتاب المقدس اللي معايا اللي هو ليه عناوين، وكاتب كده في العناوين دي شريعه ذبيحه السلامه، اكتب فوق كلمه شريعه شروط. يبقى كلمة شروط هي كلمة شريعة. ايه الشروط بقى؟ قال لك لا استنى بس، لما نيجي نتكلم على الشروط الترتيب مش هيكون كده. انا لما جيت اتكلمت في لوين واحد ذكرت الترتيب التالي: محرقة، دقيق، سلامة، خطية، اثم. لما اجي اتكلم على الشروط الترتيب ده هيختلف. هرتبها ازاي بقى؟ هرتبها ان انا اجيب ذبيحتي الخطية والاثم قبل السلامة. يعني هتكلم عن محرقة، دقيق، خطية، اثم، وبعد كده الايه؟ طب ليه؟ ليه بقى؟ قال لك بص ليه بقى. قال لك في الحقيقة في الذبايح دي، ذبيحة السلامة او الخطية او الاثم، مين اللي منتفع بيها؟ انا كانسان، صح؟ مش ممكن يكون ليا سلام مع ربنا غير لما اتخلص من خطيتي واتوب عنها، وذبيحتي الخطيه والاثم هم دول بتعتبر الاعتراف. فجيب لك الاول تتوب وتعترف، وبعد كده تخش على ايه؟ على التناول. تاني يا شباب، تاني ربنا قال لك استنى بس، من ضمن شروط انك تاخد السلام يعني تتناول انك تعمل ايه؟ تتوب وتعترف. يبقى مين الاول، توبه ولا اعتراف؟ الاول ولا التناول الاول؟ طب الاعتراف. طيب الطب الاعتراف دول ذبيحتي الخطيه والاسم، يبقى الاول اذكر الاول ذبيحتي الخطيه والاسم، بعد كده يجي الايه؟ السلام. يا سلام على الترتيب، يا سلام على الترتيب. ده في الشريعه، في الشريعه يجيب لك السلام اخر ذبيحه. شايفين الشروط؟ لكن لما هو جه يتكلم عنهم في اللاويين 1:6 جاب الخطيه والاسم هم الاخرانيين والسلام قبليهم. ليه بقى؟ قال لك اصل انا في الترتيب الاولاني ده اللي هو في لوين 1:6 ده بتكلم على الذبيحه طبقا لمجدها، لمجدها. فاول حاجه محتاجه اقدمها ايه؟ ذبيحه المحرقه، دقيق، بعد كده ايه؟ الافخارستيه، وبعد كده وبعد كده اقول ذبيحتي الخطيه والاسم. في المجد رتبهم كده، لكن في الاحتياج باخد خطيه واسم الاول، بعد كده الايه؟ افخارستية. لو سمحتم الكتاب المقدس مكتوب بيد الروح القدس، الكاتب واحد، الروح القدس عن طريق فلان او حسب فلان، صح؟ تعالوا بقى، هيتكلم على شريعة ذبيحة السلامة دي هيقسمها لاتنين. اول حاجة لو انا اقدمها للشكر، دلوقتي انا عايز اقدم ذبيحه السلامه دي شكر، مش دي من ضمن الاهداف؟ قال لك بص بقى يا سيدي، لوين 7:11-13، لوين 7:11-13 يقول ايه بقى؟ ايه؟ وهذه شريعه ذبيحه السلامه التي يقربها للرب، ان قربها لاجل الشكر. يبقى هو بيتكلم على ايه؟ على الشكر اهو. يقرب على ذبيحه الشكر اقراص فطير ملتوته بزيت، ورقاق فطير مدهونة بزيت، ودقيق مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت، مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. واحدة واحدة بقى كده عشان الكلام كله دخل في بعض. واحدة واحدة يا أبونا، بص بقى يا سيدي، اقلب الجدول اللي في صفحة 7، أنا هوريك إزاي تتعامل مع نصوص الكتاب المقدس. شوف حضرتك، يقول لك إنه هتكلم دلوقتي على شريعة ذبيحة السلامة اللي بتقدم من أجل الشكر. قال لك دي هنقدم الذبيحة ومعاها حاجتين: واحد، أقراص فطير ملتوتة. ملتوتة يعني معجونة، كلمة ملتوت يعني معجون، يعني مسكة قاعد يعمل فيها إيه؟ يخلي الزيت والدقيق مع بعض يتلخبطوا في بعض فيطلع الإيه؟ العجينة دي. ورقاق فطير مدهون بالزيت، يعني بعد ما عجنة راح جاب زيت وعمل ايه؟ راح من بره كمان. فكلمة ملتوتة غير مدهونة،
في فرق صح؟ ملتوتة يعني الزيت من جواه. مش عايز اخش ان دي فيها حتة شبيه بالمسيح لما نيجي ناخد بنعمة ربنا في الكورس اللي جاي تقدمة الدقيق، هوريك المسيح في الحتة دي، هوريك المسيح في الحتة دي. ولك ليه تقدمة الدقيق في حاجات يقول لك ملتوتة وحاجات يقول لك مدهونة؟ الحرف الواحد كل حرف هنا فيه قيمة غير عادية. كلمة مربوك يعني مخلوط يعني ممزوج. يبقى بنعيد بقى المعاني تاني، لو سمحت تكتب جوه الملزمة او على كتابك المقدس زي ما انت عايز. ونصيحة ليك، روح انقل الملزمة دي في كتابك المقدس. الملزمة ممكن تضيع لكن كتابك المقدس مش المفروض يضيع. يبقى انت كل مرة بتقرأ بتعمل ايه؟ بتحفظ وتثبت. يبقى أقراص دلوقتي انا هقدم ذبيحة السلامة، لو هتقدمها شكر هتقدم معاها حاجتين، أقراص فطير ملتوتة بزيت اهو معجونة، وكمان فطير مدهون بالزيت تدهنه كمان بره، ودقيق مربوك يعني ايه؟ لازم يكون ممزوج كويس قوي. اتنين، هتقدم معاها اقراص خبز مختمر تؤكل مع اللحم. مختمر خميرة يعني فساد؟ ايه بقى الكلام ده بقى؟ قال لك هنقسم احنا الاتنين اجزاء الفطير اللي اتكلم عنها دي في الاول دي ما فيهاش خمير. اتنين، الاجزاء بتاعت الخبز المختمر فيها ايه؟ فيها خمير. سؤال هسأله لحضراتكم، هو ازاي يتكلم على الخميرة ان هي رمز لملكوت السماوات والخميرة ترمز للفساد؟ ازاي؟ طب الاجابة دي انا عايزكم تدوروا عليها وتجيبوها المرة الجاية. مش في من ضمن امثال ملكوت السماوات الخميرة اللي اختمرت خمارة العجين كله؟ قال لك ده الملكوت. ازاي اقول كده وارمز للملكوت بشيء احنا بنرمز له الفساد؟ اكتب كده لو سمحت، من ضمن رموز الخميرة الفساد، من ضمن، لكن مش معنى الخميرة الفساد بس. خليك دقيق لو سمحت. زي فكرة ايه؟ لما اقول لك الرقم ده من ارقام الكمال، الكمال معناها كمال الخير او كمال الشر. فاكرين لوين تكوين 15-16 لما ابونا ابراهيم بيقول له يا رب انا عايز اخش بارض الموعد، قال له لا، شر الاموريين لم ايه؟ لم يكتمل بعد. فكلمة عدد كمال لا تعني كمال الخير، لكن تعني كمال الخير او الشر، ده او ده. فكلمة الخميرة لا تعني الفساد، لكن تعني الفساد او اللي حضرتك تدور عليه بقى. اللي حضراتكم تدور عليه، مش هقول لك الاجابة. دوروا عليه بقى قولوا لي يعني. نفتح كده الكتاب المقدس والتفاسير ودوروا وهاتوا معلومة. خلي بالك في الجزء بتاع تحتوي على خميرة، قال لك هنا مع الخميرة دي في الخبز المختمر هتخش فين؟ في النار صح؟ فالنار تموت الايه؟ الشر اللي فيها. عشان كده يقول لك دي بقى تكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلامة. يعني ايه؟ دي مش هتحطها على المذبح اساسا. ركز معايا. مش انا قسمت ان انا لما هاجي اقدم ذبيحة سلامة في جزء من العجين احط فيه خميرة والتاني لا؟ اللي احط فيه عجين ده يتقدم للكاهن. طب مش هترفع على المذبح؟ لا، مفيش خميره تحط على المذبح، مفيش فساد تحط على المذبح، مفيش حد مش مستعد يروح يتقدم على المذبح، مفيش حد يحمل جواه شر وفساد ويقف على المذبح. افهم بقى انا عمال اوضبك العهد الجديد اهو، شايفين الفكره يا جماعه؟ طيب الخميره وفهمناها، طب الجزء الذي لا يقدم عليه خميره؟ قال لك شوف يا سيدي، الدقيق بصفة عامة يشير لمين؟ لناسوت المسيح وكل كمالاته أثناء المكان على الأرض. وذبيحة السلامة تشير للمصالحة. فأنا لما أحط دقيق على ذبيحة السلامة يبقى أنا بقول إيه؟ إن عن طريق تجسد السيد المسيح لينا على الأرض تمت المصالحة لينا بعد كده. واضحة؟ واضحة؟ يبقى الجزء بتاع الخمير أنا هحطه على المذبح؟ لا، مين اللي خدوه؟
الكاهن. اهو بسال بعد كده سؤال: لماذا يتم تقديم ذبيحه السلام مع تقدمه الدقيق والخبز المختمر بالرغم من ان تقدمه الدقيق يجب ان تخلو من الخمير؟ احنا قلناها. طيب هنيجي بقى يكمل، قال لك ويقرب منه واحدا في لويين 7:14. لو سمحت احنا خدنا لويين 7:13، هناخد بقى نكمل لويين 7:14. ويقرب منه واحدا من كل قربان رفيع على الرب، يكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلامة. يعني ايه بقى؟ حسب الترجمة السبعينية قال لك يقرب منه واحدا من كل قربان. ممكن نفصلها، بص الجدول اللي قدام حضرتك ده سهل قوي، انا هفسر لك لويين 7:14 ازاي. قال لك بص يا دي، هو بيجيب الدقيق اللي بيقدمه ده عشر وعشر، يبقى كام؟ 20. العشر الاولاني يخمر والعشر الثاني لا يخمر. اللي يخمر ده يتخبز منه 10 ترغفة. طب واللي ما يخمرش يتخبز منه 30 فطيرة. كلام مهم قوي. دلوقتي هو جاب عشر وعشر. أول عشر هيعمل منه 10 ترغفة ودول فيهم خميرة. طب الجزء اللي ما تخمرش هيعمل منه 30 فطيرة. واضحة دي؟ وبعدين بقى قال لك بقى دول، بص بقى في عنوان تحت مكتوب ايه بقى؟ نصيب الكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلامة. هياخد ايه بقى؟ يأخذ 3 فطاير ورغيف خبز. الكاهن هنا ياخد ايه بقى؟ من تقديم الدقيق دي ايه؟ 3 فطاير وايه؟ ورغيف خبز. رفيع للرب. يعني ايه رفيع للرب بقى؟ يعني مرفوعة ومقدمة لله، فربنا اداها منه للكاهن بتاعه. رفيعة يعني تترفع. فقال يا رب دي مقدمة ليك، فربنا يقول له وانا مديها لك يا كاهن، وانا مديها لك يا لاوي. واصلة؟ معلش الجزء ده يحتاج قراية كويس. طب باقي الخبز والفطير هياخدوا مقدم التقدمة هو وعيلته واقربائه والفقراء. ما هو دلوقتي احنا عندنا في لسه 10 ترغيفة، دول احنا خدنا منهم رغيف واحد، وال 30 فطيرة خدنا منهم كام؟ 3، 27. يبقى في 9، 27، مين ياخدهم؟ بقية الناس بقى الموجودين، بقية الناس الموجودين. الكلام ده لو ما تفصلش حرف حرف وكلمة كلمة احنا اصلا مش فاهمين الكلام ده بيتقال ليه اساسا. طيب مين اول واحد بيتناول من جسد ربنا ودمه على المذبح؟ مين اول واحد خد بال على المذبح؟ وبعد كده يعمل ايه بقى؟ شمامسه المذبح، خدام المذبح، وبعد كده ناول الشمامسه، وبعد كده الشعب. جبت منين يا كنيسه الكلام ده؟ قال لك احنا درسنا سفر اللاويين وفهمنا منه الكلام ده، ما جبناش من بره يعني. ايه رايكم بقى؟ شفتوا يا شباب الكنيسة الواعية بتاعتنا، الكنيسة الأرثوذكسية، واخدة منين القداس بتاعها؟ كتاب مقدس، ما جبناش من بره. إذا كان ربنا مدي لك حاجة مترتبة ومتنظمة، ليه أنا أجتهد وأقعد أحط حاجات ممكن تبقى صعب حاجات غلط؟ ليه أأول ترتيبات وأنظمة ممكن تخضع لفكر الإنسان؟ ما في نظام عندي موجود، ما تاخده، ما تشتغله. إيه رأيكم؟ يبقى انا في كل مره احضر القداس اقول لك اه واحد دلوقتي ابونا هيتناول، بعد كده خدام المذبح، وبعد كده الشمسه، وبعد كده الايه؟ الشعب. 20 من الدقيق، عشر هيتخمر، وعشر مش ايه؟ مش هيتخمر. العشر هيتخمر يخبز منه كام رغيف؟ 10. هياخد الكام منه كام رغيف؟ 1. والخبز او الجزء اللي مش هيتخمر يعمل كام فطيره؟ 30. هياخد منها كام؟ 3. والشعب ياخد كام؟ بقى كله بقى، كله بقى، الكل بقى. اتناولوا ولا ما اتناولوش؟ اتناولوا. مرة تاني بقول لك وكان يفضل ان يكون ذلك بالليل. لو ذبيحة السلامة قدمت بالنهار فيها مشكلة؟ فيهاش مشكلة، بس يفضل يعني، يفضل. بأكد في ذبيحة السلامة الكل هياكل، لكن في ذبيحة الخطية يمكن لسه ما خدناهاش، يقول لك مقدمها إنسان خاطي ما ياكلش منها. ما ياكلش منها. مش كفاية خطيتك عملت كذا في الحيوان؟
فيها نوع من انواع التأنيب. ها بص، خطيتك قتلت حيوان بريء، فحس ايه؟ مش فيها خسارة مادية دي؟ مش هو دفع؟ صح؟ دفع وما كلش، خسر ماديا، صح؟ صح ولا غلط؟ يعني الغلط دفعه. فكرتني بواحد حبائي يعني كان ليه تأمل، خطية تنجس وتجرس وتفلس، صح؟ خطية تنجس وتجرس وإيه؟ وفلس أهو، دفع بسبب خطيته، قدم ذبيحة الخطية، جه ياكل منها دي؟ لا، ما تاكلش منها يا حبيبي، ما تاكلش منها حاجة يا بابا، أنت كمان غلطان وجاي تاكل؟ لا. بص بقى، مهم قوي دي، اكتب عليها لو سمحت لويين 7-15. تالت حاجة في تقديم ذبيحة أو الشريعة بتاعة تقديم ذبيحة السلامة، ولحم ذبيحة الشكر سلامته. لحم ذبيحة الشكر سلامته معناها ذبيحة الإيه؟ السلامة يعني. يؤكل يوم قربانه لا يبقي منه شيئا للصباح. مش بفكركم بخروف فصح دي؟ هل احنا قبل كده شفنا ابونا مقدم التناول او شايل التناول في الدولاب لغايه تاني يوم الصبح؟ مفيش. بص يقول لك ايه بقى، ايه؟ طبعا في كنيسه في القرون الاولى كنا نسمع ان ممكن ابونا يشيل احيانا الافخارستيه. انا مش قارئ جيد لتاريخ الطقوس، لكن المعلومه دي يعني بقولها لكم سماعي، يعني ما عنديش، انا مش مش مش, مش فاكر مراجعها يعني. كان يقول لك كانوا بيشيلوا الذبيحة دي لأن في عصور الاضطهاد هو مش ضامن هيعمل قداس بكرة ولا لأ، فمين قصدي؟ لكن أنا ما عنديش مرجع ليها في الحقيقة. أنا دايما متعود لو قلت معلومة ما عنديش مرجع هقول لك المعلومة دي ما عنديش فيها مرجع، اتفقنا؟ للأمانة يعني. طيب ليه بقى مش هياكل منها تاني يوم؟ قال لك بص بقى لي. واحد، هو دلوقتي فرحان وعامل حفلة كبيرة قوي وداعي فيها الناس، هل تاني يوم الصبح تضمن نفسي مشاعر الفرح والامتنان والشكر ربنا؟ ما اضمنهاش. فقال لك يبقى عشان تحافظ على مشاعره في قمتها ما تأجلهاش لتاني يوم. شايفين الروح القدس؟ شايفين؟ يبقى لازم مقدم الذبيحة عشان يخلص الذبيحة يجيب معاه ايه؟ يجيب معاه ناس، فيش أنانية فيها دي. وبعد كده يقول لك لما السيد المسيح في متى 26-26 جه يقدم في خميس العهد الافخارستية قال لهم ايه؟ خذوا كلوا دلوقتي. ما قال لهمش خذوا كلوا واكنزوا، ما قالش كده، خذوا كلوا دلوقتي دلوقتي. طيب حاجة تانية، دلوقتي احنا قدمنا ذبيحة السلامة ايه؟ شكر. طب الشريعة بقى بتاعت ذبيحة السلامة ندر او نافلة، هيعمل بقى ازاي؟ لويين 7-16-17، وان كانت ذبيحة قربانه نذرا او نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحته تؤكل وفي الغد يؤكل ما فضل منها. ايه ده؟ هياكل منها تاني يوم؟ ايوه. واما الفاضل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث فيحرق بالنار. هنا في اختلاف بقى، لو قدم ذبيحة السلام وشكر ياكلها امتى؟ نفس يوم. طب هيقدمها ندر او نافلة؟ قدامه يومين، يومها وتاني يوم لو فضل اليوم التالت يحرقها. المعلومات دي لو انت بتقرا كتاب مقدس بسرعة ما تاخدش بالك منها. بص بقى يقول ايه بقى، ايه اول حاجة عشان كده هما، وطبعا انكم هنا انتم مش شايفينها، لما يجي ناخد دقيق، الذبائح دي بيتحط عليها ملح، هو بيقدموه بيحط عليها ملح، مش الملح ده وسيله حفظ؟ فلو قعدت الذبيحه لتاني يوم ما تبص عليها ملح، زي ما كانوا زمان عندهم سمك صدوه كتير ومفيش فريزر زمان، فيضطر يعمل ايه؟ يملحوا، فيعملوا ملوحه، صح؟ فالسمك المملح ده عمل الملح وسيله حفظ. اتنين، قال له ما بقي منها في اليوم الثالث يحرق. ليه في اليوم الثالث؟ لان في الحقيقه اليوم الثالث هيدب الفساد فين؟ في الذبيحه. سؤال،
ليه السيد المسيح قام في اليوم الثالث؟ عشان الجسد، صح؟ لو قعد في اليوم الثالث ممكن الجسد يطول الفساد. وهل ينفع، هل ينفع جسد المسيح يطول فساد فيقوم في اليوم الثالث؟ عشان كده السيد المسيح استنى على العازر في اليوم الرابع، يعني الجسد فسد وانتن. فهمتوا؟ فهمتوا الحكايه دي ماشيه ازاي؟ وفي وشع 6:2 قال لك ايه بقى؟ ايه؟ يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه. ايه ده يا هوشع ده؟ قال لك انا درست سفر اللاويين واتنبأت على قيامة المسيح بالمرة. هوشع ده، السفر ده من افضل الاسفار في تفسير حاجات في الكتاب المقدس واخدين بالنا منها. اللي قال لنا ان الشخص اللي دخل في صراع مع الله وجاهد معاه، او الشخص النوراني اللي هو جاهد معاه ابونا يعقوب، كان المسيح في العهد القديم هو هوشع. هوشع هو اللي قال لك ان ده ربنا، هو اللي فسرها. فهوشع دلوقتي فسر ليه احنا، ليه احنا في اليوم الثالث ما بنستناش على الذبيحه، وليه المسيح قام في اليوم الثالث. هوشع 6:2 قال لك ايه؟ يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه. شايفين الكتاب المقدس بيفسر بعضه ازاي؟ ومن يتعدى هذه الشريعة فأكل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث فقد أبطل الهدف من ذبيحته التي صارت وكأنها لم تكن. يعني ما تعملش نفسك نصح، يعني مش ايه هعمل ذبيحة واشيل منها بقى اسبوع اكل منها انا والعيال. لا يا حبيبي، لو انت عملت كده صارت الذبيحة بلا قيمة، وانت بقيت نجس وهتتقطع من الجماعة، وهتضطر عشان ترجع تقدم ذبيحة خطية او اسم. يعني الحكاية بالنسبة له ايه؟ بقت مكلفة اكتر. يقول له كده: وان اكل من لحم ذبيحة سلامته في اليوم الثالث لا تقبل، الذي يقربها لا تحسب له، تكون نجاسة، والنفس التي تأكل منها تحمل ذنبها. طب ليه؟ لانه كسر الشريعة. وفي الحقيقة ربنا يقول لك السكينة فيها خطية زيت، فيها تمركز حوالين الزيت. هو مرضيش يعزم الناس عشان الذبيحة تكفيه لوحده، لا دي نجاسة بقى يا حبيبي. بعد كده يقول في عدد 19: واللحم الذي مس شيئا ما نجسا لا يؤكل، يحرق بالنار، واللحم يأكل كل طاهر منه، أو يؤكل كل طاهر منه. يعني النجاسة هنا بقت في الذبيحة، والذبيحة دي لو مست ذبيحة تانية كمان تتنجس هي كمان. الفساد يعدي، الفساد والشر يعدوا. طيب هي مش فيها الحتة دي كده تلميح على سر الإفخارستية؟ يعني أنا شايف لوين 7:20-21 ده أكتب فيها في الحقيقة الإفخارستية، أو أكتب عليها التوبة والاعتراف قبل التناول. اكتب كده لو سمحت لوين 7:20-21 التوبة والاعتراف قبل التناول. يقول لك ايه بقى؟ ايه؟ اما النفس التي تأكل لحمة من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها، يعني الخطية، خطية كتب نجاستها عليها ولا نجاستها فيها؟ عليها، صح؟ طيب لو سمحت خلي بالك بقى، يبقى اكتب هنا، شيل كلمة نجاستها عليها دي، واكتب كده فوقيها وخطيتها عليها، مش تحذفها، انت بتفسرها لنفسك. يعني تقطع تلك النفس من شعبها، ما تتناولش يعني. والنفس التي تمس شيئا ما نجسا، نجاسة انسان او بهيمة نجسة او مكروها ما نجسا، ثم تأكل من لحم ذبيحة السلامة، تتناول يعني، تقطع تلك النفس من شعبها، تتحرم من التناول. انا بحاول اقرا لك الآية في ضوء العهد الجديد. قال لك بص، لو واحد راح يتناول وفي خطية عليه، مش خطية فيه، أنا قلت خطية إيه؟ عليه. الراجل ده هيتحرم من التناول بعد شوية، حط عليه قانون. ليه؟ لأنه تجرأ وتناول من غير ما يكون مستعد. فقال لك أول حاجة تهتم شريعة ذبيحة السلامة أن يتمتع الإنسان بالطهارة قبل تقديم الذبيحة. طب واعتراف، طب واعتراف، طب واعتراف، تناول تناول تناول.
فقال له بقى بص بقى يا سيدي، اول حاجه انا حذرك من ثلاث امور. واحد، ان يمس لحم الذبيحه شيء نجس. في الوقت ده يحصل فيه الذبيحه، تتحرق الذبيحه، ما تقبلش اصلا. اتنين، ياكل اللحم انسان نجس، ما ينفعش واحد يكون نجس ويتقدم ياكل من ذبيحه السلامه. تلاتة، لمس الانسان شيء دنس لا يسوغ ان ياكل منه، يعني سواء هو نجس او تنجس بشيء ما ينفعش يتقدم ان ياكل ذبيحه السلامه. طب اللي يفهم فينا الشروط دي ويحب يقدم موضوع عن الافخارستيه مش ممكن ياخد اللويين سبعه ويتكلم؟ صح ولا غلط؟ ما هو الشروط قدامك اهي. طبعا هتعمل بعض التعديلات انك تحول الكلام من عهد قديم لعهد ايه؟ من عهد جديد. لم يكن ممكنا في العهد القديم من رفع نجاسة الإنسان إلا من خلال تقديم الفرد أولا ذبيحة الخطية فترفع عنه خطيته، بين قوسين ده إيه؟ ثم يقدم السلامة التي للرب اللي هي سر الإيه؟ يبقى الأول قدم خطية أو اسم، وبعد كده تروح تقدم ذبيحة الإيه؟ السلامة. يبقى كنيستنا ما جابتش شيء جديد. الناس تقول لك ومنين جت فكرة سر التوبة والاعتراف ده؟ أقول له صدقني من سفر اللاويين يا حبيبي. بص أهو، بص بص بص، ما جبناش من بره يعني. صفحة 11 قال لك من يأكل أن يحفظ نفسه طاهرا ولا يتنجس. قال لك بقى إيه؟ والنفس التي تمس شيئا ما نجسا، نجاسة إنسان أو بهيمة نجسة أو مكروها ما نجس، ثم تأكل اللحم ذبيحة السلامة التي للرب، تقطع تلك النفس من شعبها. ما انت قلتها يا ابونا من شويه، هقول لك بقى ايه دلوقتي ليه. فاكرين اليهود في ايام محاكمه السيد المسيح؟ يوحنا 18 20 يقول لك ايه بقى ايه؟ ثم جاءوا بيسوع من عند قيافه الى دار الولايه، وكان صبح، ولم يدخلوا هم الى دار الولايه لكي لا يتنجسوا فياكلوا الايه؟ قال لك لو قدمنا واحد للمحاكمه هنتنجس. ليه؟ هو مش مصدوق؟ هو مش ظالم؟ قال لك بصراحة يعني صح؟ صح كده؟ ده في ايه؟ يوحنا 18 ايه؟ 28. يقول لك لأنهم كانوا يريدوا أن يأكلوا من ذبيحة السلامة في الفصح وخافوا يتنجسوا. في رأي تاني قال لك هم أساسا ما ينفعش يقدموا حد المحاكمات في اليوم ده، سواء بريء أو مش بريء، هم ما ينفعش أصلا يتعاملوا بالحكاية دي. ما ينفعش يتعاملوا اساسا مع حتى الامم. دي التفاسير المختلفه للايه دي. يعني في ناس قالت لك ان هم كانوا حاسين وعارفين هم بريء وعارفين ده، فقال لك مش هنروح نقدم واحد بريء بعد كده نروح ناكل لحم ذبيحه السلامه، احنا كده دي نجاسه فمش هينفع. اتنين، لو هو حتى ما كانش بريء احنا اصلا المفروض ما نتعاملش مع الامم في اليوم ده. بس طبعا السبب الاقوى ان هم كانوا عارفين ان ده ايه اساسا، عارفين هو بريء. ايه رايكم بقى؟ يعني شايفين الايه دي يوحنا 18 28 ما تفهمهاش غير لو حضرتك دارس ذبيحه الايه؟ السلام. اشكركم جدا وربنا المجد دائم ابديا الى الابد امين. طيب ناخد